تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات هدف رئيس وضعته الدولة ضمن أولوياتها لتعزيز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية المتصلة بجودة البنى التحتية على اختلافها. الجولة التفقدية لمعالي وزير تطوير البنية التحتية تعكس توجهات الدولة وحرصها على تطوير هذا القطاع الخدمي الحيوي. مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة الفجيرة بمركز خطم الملاحة E99 يعتبر أحد المشاريع الضرورية لإحياء وتنمية تلك المنطقة. حقيقة الأمر هذا من المشروعات الاستراتيجية أساساً في مفهومنا لإسعاد الناس. هذا الطريق يمثل رابط أساسي لشارع الشيخ خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بطريق قائم ألا وهو طريق الكورنيش الساحلي اللي هو E99. مشروع طريق الكلباء الدائري الجديد سيتم إنجازه على مرحلتين، كلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 30 مليون درهم وبطول 4 كيلومترات، ويتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلا من خلال إضافة حارة ثالثة من طرف الجزيرة، مع إنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار وتنفيذ شبكة إنارة الطريق، وكذلك تركيب حواجز معدنية للحماية. هذا الطريق سوف يمثل شريانا حقيقيا للمدن السكنية التي تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشائها. كذلك في مدينة شلبة تقوم هناك مدن أساسية يتم تنفيذها في هذه المدن. لذلك وجدنا أنه من المهم أن يكون هناك طريقا عابرا لهذه المدن السكنية يربطها بالتنمية، وكذلك يبعد عنها أي ضرر أو عدم أمن في الحركة المرورية. من المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية لمدينة كلباء، كونه سيعمل على تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق الجديد حال اكتماله، الأمر الذي سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتجاري.